الدس اللي هو احيانا بيبقى فيه كلمات حتى او الفاظ خارجه او ممنوعه رقابيا، زائد انه الطب النفسي حتى بره بيقول انه الراب بيحفز العنف جوه الناس وبيحفز حدتهم، لدرجه انه النقيب الموسيقيين اللي فات هاني شاكر كان رافض تماما الاعتراف بالراب وبالرابرز، وكان رافض حفلاتكم ورافض شغلكم. ده ما بيحسسكش ان في مسؤوليه على الرابرز ان هم حتى الديس بتاعهم يقف عند حته معينه ما تبقاش بتتمسك عليهم؟ بصي انا بسال نفسي ساعات اصلا ازاي بقى في كميه الفرق ده ما بين اللي احنا بنعمله وما بين المزيكا في مصر، زي اللي هو جيل التسعينات والالفينات اللي هو كنا في حته غنى وحته بوب وبتاع، واللي احنا بنعمله واللي بيحصل في المهرجانات مثلا حاجه من عالم ثالث تحسيها. لان عشان كده كتير من الناس اللي في العالم بتاع الغنى القديم المصري هو مش فاهمك، هو مش مترجم، هو مش واصل له اصلا. يعني احنا في حته انا بحس ان محدش فاهمنا خالص، محدش فاهمكم لدرجه انه النقيب الحالي مصطفى كامل طلب منكم ان انتوا تغنوا بفرقه ومنع الغنى بفلاشه؟ يعني للدرجه دي ما حدش فاهمكم؟ يعني ما انا مش يعني ماشي، ده قرار على فكره ليه علاقه بتاريخ مصر في الغنى وفي المزيكا، احنا بلد بس برضو. بس هو الراب مش جزء من تاريخ مصر؟ بالظبط بالظبط، ده اللي احنا عايزين نقوله، ان الراب حاجه ثالثه. وبقول المهرجان برضو عشان المهرجان هو زي الراب بس طلع مصري، بس نفس القوانين، نفس يعني ايه، احنا مش بنغني، احنا بنرص زي برضو مغنيين المهرجان. احنا مش بنغني، احنا مفيش اي الات حقيقيه في مزيكتنا، احنا المزيكا بتاعتنا متوزعه على الجهاز. فاللي عايز اقوله ايه، ان يمكن بقى هقول لك انا وصلت لايه بقى في التفكير، انه زمان ما كانش فيه تكنولوجيا، انت سرحان طول الوقت، انت بتنزل من البيت مثلا بتقعد 3 4 ساعات. زمان الكلمه اللي بتضحك، زمان سنه 2000 في الالفينات مثلا، في الالفينات انا زمان جدا، انا بحقد على الشخص اللي نزل من بيته ده خلاص، لحظه ما نزل من بيته محدش قادر يوصل له، ولا مع موبايل بقى ولا مع حاجه وبينزل، فاكيد بيقعد يفكر في حبيبته، فاهم قصدي؟ لان هو سرحان هيقعد يفكر في ايه في الشارع، هيقعد يفكر. ففي اغاني حب كتير قوي، واغاني تامل، واغاني اللي هي بتعكس، وجوابات، الاغاني مليانه جوابات لان مفيش رسايل. انا كنت بحب حبيبتي اكتر بكتير في الزمن اللي ما كنتش اقدر اوصل لها بعد ما انا مش شايفها. يعني انا دلوقتي مشيت مثلا وهي روحت وانا روحت، ممكن اقعد يومين بفكر فيها. دلوقتي انت تك تك تك، فاهمه؟ فيمكن ده خلى ان الواقع بتاع الناس دلوقتي مش عايز اغاني حب. الواقع بتاع الناس دلوقتي هو عايش بقى طول الوقت شايف ناس، هو بقى عايش في حاله فما فيها منافسه اكتر. انا حاسس ان ده اصل، اقول لك على حاجه، لو الناس مش عايزه راب انا هغني راب دلوقتي والناس هتفضل تسمع طرب. صح، في سبب ان الناس بتسمعنا طبعا. انا نفسي ما كنتش متوقع ده في 2018 19، انا قلت احنا اخرنا هنبقى حاجه كده اندر جراوند على الهادي، ان احنا نوصل ان انا مثلا يبقى ليا بيلبورد اعلان على الدائري. الكلام ده انا عمري ما كنت اتصوره في مليون سنه ان ده هيحصل، لان دايما قلت الدي ان اي بتاعت مصر مش متقبله اللي احنا بنعمله ده. بس طبعا الحمد لله وبفضل الجمهور، فاهم قصدي، بقينا موجودين بشكل شديد، فالناس بتقول طب انت بتعمل ايه، انت بتعمل ايه، فيسمع يلاقي كل اغنيتك عكس الاحساس الحلو بتاع زمان. انت بتسمع اغاني التسعينات هتحس ان البهجه والانبساط والمش عارف ايه، دلوقتي الواقع اسود. يعني انت بتسمع الاغنيه بتاعت الراب يمكن بقى عشان تتعايش مع اللي انت داخل عليه في يوم، او عشان بتعبر عن غضب جواك بالفعل مثلا. مثلا يعني في الاول وفي الاخر احنا في زمن غير الزمن. طب انت شايف انه من العدل ان الدي ان اي المصري الجماهيري يقبل الراب ويحبه ويشجعه ويسمعه ويكبره ويعليه، وتبقى نقابه الموسيقيين مش متقبلاه ومش فاهمه حتى هو المفروض يشتغل ازاي؟ ما دي بقى حاجه انا ما اقدرش احكم عليها. انا اللي اقدر اقوله ايه، ان الشباب حابين ده. لو الشباب دلوقتي، ما الشاب اللي دلوقتي عنده 19 20 سنه هو كان بيسمع ايه في التسعينات؟ بيسمع عادي بقى عمرو دياب ومحمد فؤاد و طب ما انت زي ما قلت الحاجات، يعني الدنيا بتتغير بالظبط، شكل الحياه بيتغير، وبالتالي مزاجنا ومودنا والطريقه اللي بنحس بيها ومحتاجين نسمع ايه وهنتبسط بايه بيتغير. بالظبط بيتغير مع بالزبط. شكل الحياه بالظبط.
حقيقي الراب ليه جمهور كبير جدا، وحقيقي الراب ليه اوقات يتسمع فيها وبيعبر عن اللي الواحد حاسه. فكره انه الرابرز ومنهم انت تبقوا مستسلمين لفكره ان انتوا مش مفهومين، يعني مروان بابلو رمى المايك على المسرح لانه مش عارف يتعامل بفرقه وموسيقيين. اللي احنا بنعمله ده شبه برضه جيل معين في التسعينات مصري عمله، مع انه كانوا ماشيين على خط مزيكا حميد الشاعري مثلا. حميد الشاعري حصل له مشاكل، مع انه كان لما تيجي تبص له من دلوقتي واحد زي يقول لك طب ما هو بس بيعمل تطور اللي انتوا كنتوا بتعملوه، انما لا وقتها ده كان وحش، كان بيتهاجم كان بيتهاجم طبعا. فاحنا دلوقتي بنتهاجم.